اهلا استاذ، اهلا، شرفت. اهلا استاذ، صباح الخير. اهلا شرف. هذا هو مكتبي. اي نعم سيدي، اهلا وسهلا، نورت المكتب سيدي. شباك على الشارع كمان ما شاء الله. اي نعم. عفوا سيدي، انا طلال رئيس مكتبك. اهلا وسهلا. وانا سكرتيرتك امل. اهلين وسهلين. اهلا وسهلا. سيدي اذا بدكم يعني تطلبوني على هالزر هاد. وعلى الزر هاد رد انا. شو ما شاء الله كلكم على الزرار هون يا زلعين. عفوا سيدي، اي زر بتريد؟ عفوا يعني اي شيء بتريده بدق لي على هالزر هاد. يا لعيني، تفضل لمكتبك. حاضر سيدي. وانت كمان لمكتبك. الو الو. اهلا سيادة الوزير، يا اهلا وسهلا، الله يبارك فيك، الله يقدرنا يا استاذ مازن، ان شاء الله ان شاء الله. شكرا شكرا. مكتوب مبين من عنوانه. ما بتصدق يا استاذ قديش الموظفين فرحانين واولتهم انا بتعيينك مدير عام لشركتنا، خاصه انك دكتور ومخالط. المدير العام السابق الله يوجه له الخير كان. يا ريت تختصر يا استاذ ممدوح، في موضوع محدد بتحب تناقشه معي؟ لا بس كنت جاي اعبر لك عن سعادتي وسعاده كل الموظفين، واقول لك باسمي واسم كل الموظفين انه رح نكون عند حسن ظنك ورح نلبي كل طلباتك واوامرك السديده والرشيده في سبيل خدمه الوطن. هذا املي، ما حدا فينا رح يشتغل للتاني يا استاذ ممدوح، كلنا رح نشتغل للوطن. طبعا طبعا. على كل يا دكتور، إذا حبيت إنك تاخذ رأيي بأي شيء رح تلاقيني جنبك، أنا وخبرتي تحت أمرك، بتقدر تعتبرني إيدك اليمين، إذنك يلي بتسمع فيها وعينك يلي بتشوف. شكرا. دائما صحتين وهنا. شوفي أختي، أنت من اليوم ورايح لازم تغيري نظام حياتك كله. انت هلا مرت مدير عام ولازم تعبي مركزك منيح، يعني الجيران اللي ما منهم غير وجع الراس خففي لي علاقتك معهم شوي، ولا قلك اقطعيها، لازم تحكي معهم من روس مناخيرك. بعدين حكيك على التليفون لازم يكون في تقل، في ابهه. هلو، هاي، باردون، باي. لبسك لازم يتغير. وبعدين شعرك لازم تتغير تسريحته عند احسن كوافير بالبلد. شعري؟ ليش شبه شعري؟ مو عاجبني شعرك، انت لازم تغيري تسريحتك. هالتسريحه مو تسريحه مرت مدير عام. قومي غيري ثيابك لنروح لعند الكوافير. انا بعرف كوافير كل نسوان المسؤولين بيساووا شعرهم عنده. تسلم، الله يبارك فيك. لا ولو، ان شاء الله مبارك لكم بالافراح. تفضل. امتى ما حبيتوا تشرفونا اهلا وسهلا، ولو المكتب مكتبكم. على عيني.
مع السلامة. مع السلامة. تفضل سيدي. شو قال؟ البريد سيدي مشان توقعوه. في شيء تاني؟ لا استاذ، عم تستنى لتوقع البريد مشان اخده. ترك لي اياه، بس وقعه وببعث لك خبر تاخده. عفوا استاذ، بجوز تحتاجوا شيء ايضاح او استفسار عن اي قرار، ممكن ساعدكم. شكرا، اذا احتجت لاي استفسار ببعث لك خبر. حاضر استاذ. استاذ طلال. نعم استاذ. بلغ الاستاذ ممدوح والمدراء ورؤساء الاقسام انه في اجتماع عندي بعد ساعه. كلن ما بدي حدا يتأخر أو يغيب. حاضر أستاذ. شو بيفهمني بهالقصص كلها أنا؟ ليكون فيها رش أنبوز كمان. إلى الدائرة القانونية للبيان والإعادة. إلى الدائرة المالية لإرفاق الثبوتيات. أنا جاهزة. تفضلي. شو بدنا نروح؟ سيارتنا. أنا سيارة. سيارة الأوبل. بدك تروحي بسيارة الأوبل؟ وعم بتسوقي كمان؟ إذا الكوافير قريب منروح مشي. انت شو عم بتقولي؟ شلون بده يحترمك ويوجبك الكوافير؟ ايه ما رح يصدق انك مرت مدير عام. لكن شلون بدنا نروح؟ بسيارة المديرية. السيارة مع احمد. اتصلي فيه وخليه يبعتلك اياها فورا. انت من اليوم ورايح لازم تروحي وتيجي بسيارة خاصة تكون تحت تصرفك بدون ما تطلبيها. ما في حدا احسن من حدا. يعني ضرورية سيارة المديرية؟ ايه اختي ضرورية، اتصلي فيه وخليه يبعث لك اياها. المدير العام. عفوا، مين حضرتك؟ انت مين حضرتك؟ انا سكرتيرة المدير العام. وانا مدامة المدير العام. عفوا مدام، انا اسفة، خليكي مع الخط. ايوه استاذ، المدام معك على الخط. شكرا. اهلين اميرة. معلوم يا عمي، صار لجنابك سكرتيرة ترد استاذ المدام على الخط. أميرة، ما حلو هالحكي على التليفون. ليش في حدا عم يسمعنا؟ اصلا لازم تعطيني تليفونك الخاص مشان احكي معك مباشرة بدون سنترال وسكرتيرات. حاضر. وغيره؟ بدي روح لعند الكوافير اعمل شعري. اي نعيما سلفا. لك هلا فتحت لك تليفون وعم بقول لك بدي روح اعمل شعري، بتقلي نعيما؟ لك شو بدك ياني اقول لك؟ أميرة مالي فاضي لك هلا، قولي شو بدك وخلصيني. بدي تبعت لي سيارة المديرية، توصلني لعند الكوافير وتستناني لحتى خلص وترجعني على البيت. الأوبل قدام باب السقاق ومفتاحها معك. لا، هاي السيارة ما عاد يمشي حالها. بدك ياني بعد ما صرت مدامة مدير عام، روح لعند الكوافير بالأوبل وبدون شوفير. وشو فيها؟ فيها كتير. شلون النسوان بدهم يعرفوا اني مرت مدير مهم وكبير بدون سيارة المديرية؟ ومو ضروري يعرفوكي خانوم. احمد، سعري بسعر غيري. خلص خلص لا تعيطي، خلص هلا بتكون السيارة عندك، تكرم عينك. ولو يا اميرة خانوم، على عيني انا عم بشتغل على حسابك اصلا. خلص انو زرك يا طلال. استاذ طلال. نعم استاذ. شرف لعندي. حاضر استاذ.
نعم استاذ. خذ البريد. بلغتهم على الاجتماع؟ بلغتهم استاذ. خلي الشوفير ياخذ سيارتي وروح على البيت لعند المدام. حاضر استاذ. بدو شي غيره؟ سلامتك. الدوائر المختصة مو موقع ولا وحدة. معقول؟ تفضل ادخل ادخل. السلام عليكم. وعليكم السلام. الدكتور موجود؟ ألو دكتور. الدكتور أحمد. عمي هون مديرية عامة مو مستشفى. بس أنا عم أسألك عن الدكتور أحمد عبد الحق. قصدك المدير العام؟ إيه نعم المدير العام موجود؟ أمر. أنا أبو صالح. ها شرفنا. وبدي فوت لعند الدكتور. المدير العام ماله فاضي، عنده اجتماع. بطول؟ ما بعرف. طيب ممكن تقول له اني انا هون؟ ما بقدر، عم اقول لك عنده اجتماع. شو ما بتفهم؟ بلا بفهم، ليش عم تعيط؟ يعني عم اسالك ممكن انا انتظره هون لحتى يخلص اجتماعه؟ لا مو ممكن. طيب شلون بقدر اشوفه؟ صعب كثير. انت قل لي بالاول شو الموضوع تبعك وانا بقرر اذا كان في امكانيه خبر المدير العام بموضوعك ولا لا. كتر خيرك. على كل بس يخلص المدير العام اجتماعه قل له انا اجيت ومشيت، واذا بده ياني هو بيعرف وين يلاقيني. تيسر عمي تيسر. الله يخلي لي اياك تيسر. اخي ايدك انا بطلع لحالي. اخي تيسر الله يرضى عليك. لا تنزع لا تدفش عم اقول لك. لا تدفش. شوفي سيدي هالبني ادم بده يفوت لعندكم غصبا عني. قلنا له عندكم اجتماع ما كان يفهم. صباح الخير دكتور. اهلين ابو صالح. تفضل تفضل. تعا دفش اذا بدك دفش. شريف اهلا وسهلا فيك. ايه استاذ طلال مين قال لك انه انا عندي اجتماع؟ عفوا استاذ احمد هي تقاليد متعارف عليها، بعدين حتى ما نزعجكم بالمراجعين. شوف يا استاذ طلال من هلا ورايح انا باب مكتبي مفتوح لاي انسان، واي انسان بيقدر يراجعني باي وقت بحب. مفهوم؟ مفهوم استاذ. بعدين هذا الشخص اللي فات لعندي واللي كنت حضرتك عم تعيط عليه بعتقد انه بيطلع من جيل والدك، وعيب عليك تقول له يا بني ادم. تعلم تعامل الناس باحترام. حاضر استاذ. وبتمنى هالحادثه ما تتكرر مع اي انسان تاني. اهلا وسهلا بك يا استاذ. اهلا دكتور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. أنا كثير آسف الحق عليك، كان لازم نبهه إنه أول ما تجي تدخل على طول. يا سيدي حصل خير، وبعدين أنت كمان ما قصرت. أهلا وسهلا، تفضل تفضل. الله يزيد فضلك. يا ميت أهلا وسهلا. مبروك المديرية دكتور، وإن شاء الله دائما نشوفك بأعلى المناصب. تسلم يا رب تسلم. إيه مالك علي يمين يا دكتور تحلفني إياه، إنه هالكم يوم اللي مرقوا ما شفتك فيهم حسيت كأنهم سنين طويلة. وأنا كمان استفدت لك. الله يخليك دكتور. بس بتعرف يا أبو صالح عم يخطر على بالي انه لازم نضل انا وياك مثل ما كنا طول عمرنا. شو رايك عينك حاجبي الخاص هون؟ يعني بتساوي لي شاي وقهوه وبتنظف هالمكتب وبس. ولو بخدمك بعيوني يا دكتور. بسلامة عيونك، بس انا زعلان منك. لا لا خير ان شاء الله. وينها؟ ذكرتني، تفضل. هي احلى سكره لاحلى دكتور. ابو صالح سكره ترارم يا ابو ضحكه منوره. تفضل استاذ. هي قائمه باسماء الاشخاص اللي اتصلوا بسيارتك طالبين مقابلتك. انا نظمتهم بحيث انه ما تتضرب المواعيد مع بعض البعض. اذا في شيء موعد ما بيناسبك او بتعرض مع مواعيدك حتى الغيها واجله لوقت ثاني. لا يعطيك العافيه، خلي المواعيد مثل ما هي.
تريد شيء ثاني استاذ؟ ايه مور يا ريت تطولي تنولتك شوي. حاضر. غلطت ما طبعا اجتماعنا اليوم مو اجتماع عمل، هو اجتماع تعارف. انا بيسعدني جدا اني اكون قريب منكم، واحد منكم. في شيء نشتغل كلنا سوا ايد بايد مشان خدمة هالوطن. طبعا انا اجدد واحد فيكم بالمديرية، واي حدا منكم بيعرف بامور المديرية اكثر مني. يا ريت تفيق اللي جنبك. مزبوط سيدي مزبوط. لا تواخذنا فيقناك، معنى هالشي انه انا بدونكم ما بقدر اشتغل. انتم الاصل بالمديريه، انتم الدايمين هون. بجوز انا اليوم هون بكره مالي موجود، لذلك اللي بدي اياه منكم انكم تحطوا مصلحه الوطن والمواطن فوق اي اعتبار. ما بدي معاملات تتعرقل، ولا بدي اي اساءه لسمعه المديريه. انا بعرف انه ممكن تتعرضوا لضغوطات خارجيه، اي حدا بيحاول يضغط عليكم حولوه لعندي وانا بناقشه. ما في حدا اعلى من النظام والقانون. وطبعا نحن كلياتنا بشر، والانسان اللي بيشتغل لابد ما يغلط، ولابد انه اثناء عملنا تظهر بعض السلبيات ويظهر بعض الخلل. واذا انا ما لاحظته بابي مفتوح لاي واحد منكم يجي ويقول لي هون في خطا وهيك ممكن يتصلح، وانا بكون ممنون منه كثير. ان شاء الله اذا الله وفقني رح اعطي كل موظف بالمديريه حقه. المسيء رح يتعاقب على قد اساءته، والمجد رح يتكافئ على قد نشاطه، وانتم اللي رح تدلوني على عناصركم المسيئه وعناصركم النشيطه. هذا كل اللي عندي. بقى اذا في حدا منكم لساته صحيان وحابب يناقش معي باي موضوع فانا جاهز. يا ريت تكونوا استوعبتوا كلام السيد المدير العام. وهلا تفضلوا لمكاتبكم وتركونا نشوف شغلنا. يا ريت تتفضل معهم يا استاذ ممدوح وتشوف شغلك. يا ريتني ما حكيت. يعطيك العافية استاذ. تفضل. شرف. بينتوا المدير العام جاي بعزم قوي. شو رايك بكلامه يا استاذ ممدوح؟ كلام حكاية اللي قبله يلي قبل يلي قبله. لكن هي اللهجه جديده علينا. يعني شو كان بدك هاي يحكي باجتماع رسمي؟ هذا كله بكره بيصير حبر على وراء وبترجع الامور مثل ما كانت ماشيه واحسن. الله يستر، انا قلبي مو مطمن بنوب، بنوب. ايه لا، اطمن اطمن. هو بعظمة لسانه اعترف انه ما بيفهم شيء بامور المديريه، ويلي رح نقله عليه رح ينفذه. فلش بالخوف. يعني نضل على منوالنا القديم؟ أنا من رأيي نهدي اللعب شوي لبين ما تتوضح الأمور، وبعدين بنرجع كالمعتاد. شو رأيك يا أستاذ ممدوح؟ كمان منيح، ولو إنه يعني مالي شايف في شي بخوف. شو معتز؟ حدا سأل عني؟ لا 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 أبدا، ما حدا سأل عنك. شو صار معكم الاجتماع؟ أخ لو هالمدير جديد خربت هالمديرية فوقاني تحتاني. لك يا سيدي شو بده يصلح ليصلح؟ خلص الشغلة فلتت، ما عاد تنظبط، النفوس خربت خلص. ما بعرف يا أبو معتز، عندي شعور أو اعتبره أمل إنه هالمدير الجديد بده يعمل شيء. يعمل شيء؟ ما راح يعمل شيء، ما راح يطلع بإيده يعمل شيء. صرنا 10 سنين، إجانا 20 مدير، ما شفنا شيء. كله مثل بعضه البعض. لا تصدق يا أبو شريف، كله مثل بعضه. لا تتشائم كثير يا أبو معتز، ربك كبير.
وين مسبحي هيك مثل الحردون؟ ما بدك تاكل؟ لا بابا نحن سبقناك، ما انت تاخرت نحن سبقناك. اصيل يا بابا اصيل. ايه وانت الثانية لوين سالي ما بدك تاكلي؟ سبقناك بابا. اصيلة طال على اخوكي بابا. شوفي ولا ضهري؟ بابا ده بجامعة. والثانية؟ قصص بابا هلا برجع لك يا مستعطى من مكتبتك. هزي راسك مثل ديك الحبش دوختيني. قومي حطي لي اكل بدي اكل. الاكل قدامك. وينه؟ الصحون كلها مليانه، افتح وكل. هلا هذا هو الاكل؟ ايه ما عجبك؟ قصيت مو عاجبني بس ما في بالعاده تطعمينا اكل جاهز من السوق، وين الطبخ؟ ما بتعرفين بحب الطبخ؟ بدك ما تواخذني، اليوم ما لحقت اطبخ. هاي معك حق، كسار الزبادي هذا أهم، معك حق. ما قلت لي شلون لقيت تسريحتي الجديدة؟ حلوة، كتير حلوة. وليش هيك عم تقولها من غير نفس؟ أنا ما عم قولها من غير نفس، عم قلك حلوة. بدك تتغدى فيي قبل ما أتعشى فيك، ما هيك؟ شو مناسبة الحكي؟ قلي لشوف شو اسمها؟ طويلة ولا قصيرة؟ شقرة ولا سمرة؟ متجوزة ولا عزبة؟ عن مين انت عم تحكي؟ عن مين؟ سكرتيرتك اللي ردت علي على التليفون. سكرتيرتي؟ وشو دخلك اذا كانت طويلة ولا شقرة؟ قصيرة ولا طويلة؟ سميلة ولا صفرة؟ شلون شو دخلني؟ ما بدي اطمن على جوزي، مع مين غرقان؟ شوفي أميرة، هي اللي عم تحكي عنها سكرتيرتي، يعني العلاقة بيني وبينها هي علاقة عمل وبس. بعدين أنا بتعرفي بعرف إصبع ما بغرق منه. بصرا كل لا أنا لابد ما أتعرف عليها وأعرف كل شيء عنها وبنفسي. على شو كنت عم تطلع من ورا الباب؟ تطلع؟ انا اطلع؟ يعني انا ما عاد الي عين اطلع برفقاتي يا امي. معقول يعني ابن مدير عام واضرب واطرح واجمع وقسم ومن دون سياره امي انت بتريديها يا امي؟ قصدي يا ماما. لا ما بريدها. قلت لك هالموضوع عندي. نفس الحكي؟ نفس الحكي. صغير كلها من انت عم تحكي لي نفس الحكي ماما. طيب خلص بس لاقي ابوك رايح بحاكي وبخليه يفرز لك سياره. مرسيدس. تكرم عينك بس لا تزعل. كمان في شغله ثانيه. شو هي؟ مصروفي ما عم يكفيني. يعني صار عندي مستلزمات جديده لوضعي الجديد ولازمني مصاري لتغطيه هالمستلزمات الجديده وهذا الوضع الجديد. يا ماما الله يوفقك، قصدي يا ماما. هي بسيطة، ما في داعي تقول لأبوك عليها. لما بتعتاد شيء بتقلي عليه وأنا بعطيك إياه. غيره. سلامتك. أنت بس انتبه لدراستك واللي بدك إياه بيصير. شو هالصوت هذا؟ من الليمونة. شو هذا؟ معقول تاكل غرفة هيك مكركبة؟ ايه ما قلت لك ضبيها بما تبلشي دراسة؟ معقول الكراكيب هي؟
اعميهم بالخزانة مو هون حطيهم. خلصتي دراستك؟ وين صرتي هلا؟ شو ها؟ بوسادة الخالي؟ هلا وقتهم هدول قصص؟ خلصي الدراسة بالأول أهم من هدول. إيه ماما وضبي لي إياهم هدول الكراكيب، ضبيهم مو هون بالخزانة. طيب ماشي خلص هلا ضبهم. شفتي أروح في شيء؟ إيه سمعته طالع على المكتب. لماذا تطلب علي انك تعلم اني في حاجة اليك وتعلم ان لا شرط تكون بعد ايام؟ لا يمكنك ان تكون لطيفا ولو لايام. كسار الزبادي بتزاول هاد منه انا. وين الموزة اللي كنت عم تاكلها؟ خلص بقى طيب بتضل زعلان؟ قلي شوف شو عم تقرا؟ كتاب طبي. ما خلصنا من الطب. لك يا عيني انا طبيب قبل ما اكون مدير عام، هي شغلة المدير العام شغلة مؤقتة، إلا ما ارجع للطب. ولازم لما ارجع تكون معلوماتي الطبية كلها جديدة. طيب ارتاح هلا شوي من القراءة وخلينا نشرب فنجان قهوة ونحكي لنا كلمتين. كلمتين بس؟ أكيد. طارق، بده منك طلب صغير كتير ويا ريت ما تخجله. خير يا طير. بده تفرز له سيارة من المديرية. بتعرف صعب يقضي مشاويره ومشاوير اخته، يعني بده يشوف حاله شوي قدام رفقاته. ايش عليه؟ ياخذ سيارتي الاوبل البيضة، ما عاد لازم لي. ما بده اوبل، بده مرسيدس. ايش عليه؟ بكره بس يصير مدير عام يركب مرسيدس. ما في داعي للمقلسة. بعدين انا كمان بدي سيارة. ايه مو معقولة كل ما بدي اطلع مشوار اطلب منك السيارة؟ كمان بدك اياها مرسيدس؟ افهمي لي طارق، ما في غير الاوبل. بس انا من الاول كنت اركب الاوبل. من قبل ما اصير ابن مدير عام، يعني ما تغير علي شيء، ما استفدت شيء. شلون ما استفدت شي يا طارق؟ بالاول كان ابوك يوصلك على الجامعه، ويا دوب بنهار تاخذ السياره مشوار او مشوارين، هلا رح تضل معك السياره بكير وبعد الظهر وبالجامعه كمان، وين ما بدك بتروح فيها. مزبوط يا ماما مزبوط، بس في كثير شباب بالجامعه بيجوا بالمازدا والاوبل واللانسر وكل انواع السيارات، انا شلون بدي بين بيناتهم اني ابن مسؤول كبير اذا ما كانت معي سياره المديريه؟ انت قولي لي شلون؟ طيب هلا مشي حالك بالاوبل، بركي بمناسبة تانية برجع بحكي مع ابو وبيمشي الحال. دخيلك لا بزعل ماما، دخيلك لا بزعل. خذ حبيبي جبت لك هدول معي مشان تعزم رفقاتك، امسك لا تزعل ماما. يلا يا عمر ما خلصيني تصطفي انا ماشي. لحظة استنى، شي دقيقة. طبعا
صباح الخير. صباح النور. شو هالضوج؟ شو هالعظمه؟ شو هاد؟ سمعنا لك سمع يا بي انه المدير العام بده يعطيك سيارته منحه ليطلع على المعاش. ابي فرز لي سياره موديل 93، انا ما رضيت، ما عجبتني. بهاليومين جايه سيارات جديده موديل 94، قلت لحالي بستنى طق واحده جديده. يعيش يا قديش لينبت الحشيش. سرفه اللي بعده. صلاح. ايوه. مين كمان؟ استاذ طلال لا تزعل، لك علي فنجان قهوه تروق فيه على كيفك. اهلين ابو صالح. اهلين وسهلين. ايوه ايوه ايه. لا مو معك عم بحكي. ايه والقبه ما عاد تعجبها، يعني بصراحه اميره خانم بلش نقى. تفضل استاذ وحيد. يسلم ودياتي ابو صالح. ودياتك. تفضل دكتور. يسلموه. الله يسلمك. إيه صار مدير عام ولسه بتنادي له دكتور؟ إيه لو بيصير كمان رئيس وزارة ما بنادي له إلا دكتور. وهي سكرة. تفضل. بس للدكتور أبو صالح؟ كمان إلك تكرم. يسلم هاليدين. صحة وهنا. إيه سيدي. نرجع لحديثنا، عن شو كنا عم نحكي؟ عن السيارات. يا سيدي الحق معك. يعني معقول مرتك تنزل تشتري خضره ولحمه من السوق هيك لحالها بدون سياره؟ اذا بدها تروح لعند رفيقتها تركب تاكسي عمومي وهي مرت مدير عام، ايه ما حلوه؟ ايه لا تعايد انت الثاني، خلص فرز لها سياره على البيت. حبيب قلبي هذا ما اسمه استغلال المنصب، هذا حقك. وما بتعرف شو بده مني؟ لا خبرني ابعت وراك مشان تدخل لعنده. طيب ممكن تدخل لعنده؟ تفضل. شكرا. ادخل. احترام سيدي، مروا. اهلا استاذ لطيف، تفضل تفضل. شكرا. شو اخبارك؟ الحمد لله. وكيف اخبار المرأة؟ كله تمام سيدي. استاذ لطيف بدي تخصص لي سيارة دائمة للبيت، وتنقي لي شوفير آدمي وابن حلال. تكرموا سيدي. أحسن سيارة وأحسن شوفير بخدموا المدام. شكرا لك. العفو. عفوا سيدي. البركة كم ولد في عندكم؟ شب وبنت. الله يخلي لك ياهم. سيدي بتحبوا نقي لهم سيارات على ذوقي لما هن يجوا نقوا على كيفهم. شو يعني على ذوقك ولا على كيفهم؟ انت عن شو عم تحكي؟ عفوا سيدي انا بشغلته. المدير اللي كان قبلكم كان عنده 5 اولاد وكان فارز لكل ولد سيارة، حتى اللي كان عمره تحت 18 سنة كان عاطيه سيارة. انا غير المدير اللي قبلي. بتخصص لي سيارة للبيت وبس، مفهوم؟ حاضر سيدي. سيدي وبالنسبة للأستاذ ممدوح. مين هذا الأستاذ ممدوح؟ معاونكم سيدي. شو بو؟ فارزين له 3 سيارات لأولاده سيدي. والله عال. بتسحب السيارات كلها وما بتترك له إلا السيارة اللي عم يركبها. ممكن سيدي تبلغوا هالقرار بنفسكم؟ من شو خايف؟ تتصرف مثل ما عم أقول لك. واللي بلومك تبعته لعندي فورا. حاضر سيدي، مثل ما بتبلغ. شي حلو، كل ولد سيارة. شو عم تقول؟ مثل ما سمعت. ايه بتصارع الحكي. هاي طلعت من عنده. ولاده ما فرزت لهم سيارات؟ عرضت عليه مرضي. طيب لا تروح، خليك هون. أنا رايح أسمع منه. طيب. مثل ما سمعت. بس يا أستاذ أنا نائب مدير عام وأنا مو قصدي أقلل من مركزك وقيمتك بالشركة، بالعكس أنا ناوي أعتمد عليك بحل مشاكلها. أنت أقدم موظف عندي وما شاء الله أطول موظف وأكثرهم خبرة. اما بالنسبه لموضوع السيارات فاولادك مو احسن من اولادي، وارجو انك ما تفتحه مره ثانيه. بس يا استاذ قلت لك موضوع السيارات انتهى. طيب مثل ما بتريد. شو هالفوته اللي فتناها؟
الله يسامحك يا استاذ مازن. شو صار معك استاذ؟ يعني شو بده يصير؟ طلب مني خلي السيارات مع الاولاد. بس انا رفضت. ما بدي بنيته. على كيفك. خاطرك. مع السلامة. مع السلامة. بداية غير مشجعة. كملت. استاذ طلال. نعم سيد. خلي الاستاذ ممدوح يجي لعندي فورا. حاضر. نعم. شو بده مني؟ ما قال لك؟ طيب انا جاي. استاذ ممدوح تعال. استاذ ممدوح راح. فاضي له انا. رايح جاي رايح جاي رايح جاي. عيدي لي عليهم، عم يطلع عندي غلط. عفوا استاذ. في عنده حدا جوا؟ لا عم ينتظرك. تفضل استاذ طلال. امر الدكتور. قريت هالمقالة؟ نعم قريتها. وشو رايك فيها؟ كذب كله كذب، حكي جرايد. يعني هدول الصحفيين لسانهم طويل وبدهم شغله يتسلوا فيها. يعني بفهم من حكيك انه الكلام المنشور هون مو صحيح. طبعا مو صحيح. انا ما بسمح ولن اسمح بانه تصير هيك افتراءات بشركتنا. استاذ طلال. نعم استاذ. اطلب لي جريده اللسان حالا. حاضر استاذ. يا دكتور ما في لزوم تشغل بالك بهيك مقاله. هذا شيء صحفي زعلان منا من شيء شغله صغيره حب يفشغل ابي هالمقاله. بس هي مقاله مو عاديه، هي شرشحه يا استاذ ممدوح. سيدي تعودنا على الشرشحه. بقصد يعني ما حدا حيقراها، وإن أروها ما حدا رح يهتم فيها مثل متاي. ألو ألو مرحبا، مين معي؟ أهلا أستاذ. لا بس كنت حابب أسألك، حضرتك بتقرأ المقالات اللي بتنشر بجريدتكم قبل النشر؟ هاي يعني مثلا أنت قريت مقالة هذا الصحفي نعيم الطويل؟ شو هالحكي؟ طيب ممكن يشرفني بالزيارة ومعه الوثائق اللي بتأكد صحة الشيء؟ يا ريت هلا. أنا بانتظاره. يا أهلا وسهلا. شكرا لتعاونكم. أهلا. مع السلامة. عم يقول الصحفي إنه في عنده وثائق بتأكد صحة المقالة. يا سيدي كل الوثائق أكيد مزورة وملفقة تلفيق. على كل حال بكره بيدوب التلج وبيبان المرش. يا مين اهلا وسهلا. اهلين اختي. تفضلي. يسلموا هالايدين. دياتك يا اهلا وسهلا. كيف صحتك؟ ان شاء الله بخير. الحمد لله اختي. يا عب الشم منك يا اختي. انت بنفسك مقدمتي لي الضيافه. لكان مين بدي اقدمها؟ ما في غيري بالبيت، مها بالجامعة. لا يا أختي، هالشي ما بيجوز بالمرة. أنت هلا قدمتي لي الضيافة، أنا أختك ما رح أنتقلي. بس ممكن تقدميها لوحدة تانية، تطلع تحكي عليك وعلى جوزك. ما فهمت، شو قصدك؟ بالمختصر المفيد أختي، أنت لازمك وحدة تشتغل بالبيت، تكنس وتمسح وتجلي وتنظف وتقدم ضيافات. بكرة بيكتروا ضيوفكم. وممكن يصير عندكم سهرات واستقبالات، وممكن يحضروها وزراء وشخصيات مهمة. إيه ما رح تقدري تحوسي فيهم لوحدك. بعدين أختي مو معقول تشتغلي قدامهم وتخدميهم.
ايه بس يطلعوا من عندك رح يحكوا عليكي ويقولوا عنك بخيله وما بدك تجيبي خدامه. معك حق، بس المشكله ابو طارق يمكن ما يوافق. يو وشو دخل ابو طارق بهالموضوع؟ هذا الموضوع بيخصك انت وحدك. طيب كيف بدي الاقي وحده وبهالسرعه؟ اطمني اختي انا رح ادبر لك اياها، اتركي هالموضوع علي انا. بس الله يرضى عليكي تكون نظيفه ها وبشعه، اهم شيء بشعه. عندي رجال بالبيت اختي. على عيني اختي. اهلا وسهلا بالاستاذ معين. اهلا وسهلا، تفضل تفضل ارتاح. شكرا. انا سعيد جدا بالتعرف عليك وقريت مقالتك اللي نشرتها بجريده اللسان. ما بخبي عنك كانت رغبتي انه تكون المقاله كلها كذب، لكن السيد رئيس التحرير اكد لي انه المقاله صحيحه وانه عندك وثائق بتاكد صحه اللي نشرته. ممكن لو سمحت اني اطلع على هالوثائق واعرف طريقه حصولك عليها. قبل ما اعطيك الاوراق اللي عندي بحب اكد لك اني ما كتبت المقاله بقصد التشهير بشركتكم ابدا، انما كتبتها بدافع الحرص على الشركه وسمعتها، وبالتالي بدافع الحرص على الوطن وسلامته. تفضل. بهالملف في كل الاوراق يلي بتاكد صحه ما كتبت. طمني استاذ طلال، ان شاء الله القهوه على جبتك. يسلم وليدين، هيك دائما توصل. الله يسلمك. ها وهي السكره كمان للسكره. صباح الخير يا حلو. لك يسلم وليدين، يسلم فكرك. برايك شو لازم اعمل؟ ما زال الوثائق عندك، اطلب الناس اللي وردي اساميهم وحقق معهم، واذا ثبتت ادانتهم عاقبهم او حيلهم للتفتيش. بس هيك بقدر اوصل لنتيجه. بجوز توصل وبجوز لا. على الاغلب لا. بتعرف وحيد، انا لازم الاقي طريقه اتاكد فيها من كل شيء لنفسي وبشكل ما حدا يقدر يكذب فيه قدامي. كيف؟ عم تخطر على بالي فكره بس بدي مساعدتك. انا تحت امرك. انا عم فكر اتنكر بشخصيه ثانيه وادخل لكل المكاتب واتحقق من كل شيء بنفسي. فكره؟ بس فكرة خطيرة كتير وبجوز تنكشف من أول يوم. لا اطمن ما رح انكشف. شو نسيت إني كنت من أيام الجامعة ممثل فاشل. شو المطلوب مني؟ بدي إياك تأمل لي تياب التنكر والمكياج. بدك تفوت؟ ايه لوين؟ على المديرية. عندك مانع؟ على المديرية؟ ايه شو بدك تفوت تعمل بالمديرية؟ بيقلي شغلة دستور. شو مفكر حالك المدير العام لحتى تفوت من هالباب؟ لك شو عذبك؟ شو عذبك؟ لا بقصد يعني ليش هذا بس للمدير العام؟ ايه نعم سيدي للمدير العام بس، عندك مانع؟ لا شو مانع بس يعني بدي اسألك الدراويش والمقاطيع اللي مثل حكايتي منين بفوتوا؟ اللي مثل حكايتها؟ ايه من الباب الثاني. هذا؟ ايه هذاك الباب. لا تواخذنا. بسيطة. الله يخلينا الوش. يو السلام عليكم. الله معك. والله ناس. وابعتني جواب، وابعتني جواب، وابعتني جواب، وطمني. صباح الخيرات. صباح عبير. مرحبا محمد. هلا حلوة. مرحبا صغير. أهلين سمير. مرحبا صغير. لوين؟ لوين؟ بالليفون. هي بدون لا أحم ولا دستور؟ شوكية؟ سهلة. أحم دستور؟ يا الله. ما احترمت. لك ليش تغير شيء بالدستور وما معي خمام؟ ما بعرف. شو رأيك؟
ما بعرف شو بدي قلنا. طيب يعني هدول اللي فاتوا قدامي مين هدول؟ هدول موظفين. ها موظفين. طيب الموظفين امتى دوامهم؟ نعم لك انت شو دخلك؟ طيب يعني دوامهم امتى ما يكون يكون؟ انت شو حشره؟ انا المدير بحاسبهم. مظبوط. طيب احسبني موظف وفوتني. ما بتفوت قبل الساعة 11. فهمت؟ فهمت. بس تطلع فينا شوفنا هيك مين طالع هذا الأمر قبل الساعة 11؟ المدير بذاته. ها القديم ولا الجديد؟ نيناتهم. شلون نيناتهم؟ أنا قلت لك أنا قلت يعني هلا المدير الجديد قال لك لا تفوت حدا قبل الساعة 11؟ إيه وإذا مالك مصدق بس تفوت سأله. طيب يعني ما بتتدبر معك تفوزنا؟ لا. طيب وإذا قلت لك كرمال هالدقن؟ ما بقدر. طيب هينك هينك دبرنا. أمباص طبع. أمباص طبع؟ وبعت لي مبين أمباص طبع. وبعت لي يعني ما بيقبل جواب. وبعت لي جواب ويطمني. السلام عليكم. شو صار معك؟ ما كان يدخل؟ والله من الساعة 8 واقفين. انت من امتى هون؟ الساعة 8. الساعة 8. ليش ما قلتي؟ ما عرفت حالك. الساعة 8 هون؟ قد انك نايم من امبارح هون؟ شو بدك عم تتداوى بالليل؟ ايوه. كيفك؟ عم بقول عم بقول. كيفك؟ صابين؟ صابن شو بنقول تاني؟ دعنا منك دعنا. طلع فيني هون. وين عم تطلع هون؟ طلع فيني عم بحكي معك انا. لك انا عم بطلع فيك شو احوال؟ شو احوال؟ صابن اتراهن انه رح فوت انا وكل اللي واقفين هدول كلهم هلا وقبل الساعه 11. لك انا لها براهن. من شو لشو؟ يلي بدك اياه. نقيت انا. يا بتقصلني شوارمي يا بقصل لك شوارما. لك قبلان قبلان. استناني لك كان راجع لك. ابعت لي جواب وطمني. سمعنا استعمل التليفون. تفضل. يسلموا. تفضل شوف شغلك طلعنا العطلة. الو. الو. اهلين استاذ. صباح الخير. شو منين عم تحكي؟ والله هيك العهد يا استاذ، نحن ما بنفتح للمراجعين قبل الساعة 11، تعرف يعني مشان ما يلبكونا. حاضر حاضر تحت أمرك. مع السلامة. عفوا حبيب. نعم. جلدار عندك مقص شوارب؟ ايه. أعطينا واحد. هذا احسن شيء عندك؟ احسن شيء. بدي اياه هيك يقلط قلط. هذا وين؟ قد ايه حقه؟ 150. ايه بامرك. شو الرخص هون؟ يعطيك العافيه. يعافيك. يسلموا. الله معك. افتحوا الابواب يا ابني. خلاص هيك الاوامر. افتحوا الباب. صابين وبعت لي جواب. نعم صابين.
شو هذا انت؟ شايفك جايب مقصات معه. هذا مقص واحد جمال. شو تفوتنا قبل ما ننفذ الشغل؟ لا ما بتفوت قبل الساعة 11. اقرا. طيب افتح يا زمزم. شو فكر حالك بمغالط علاء الدين؟ لا هي مغالط علي بابا بال 700 حرامي اللي جوا. شو ابو عبدو؟ مين قالك تفتح الباب؟ هيك اجت الاوامر خليهم يدخلوا. شو؟ بابا جمال طبعا خربوا بيتي يا ابو عبدو. يا حنا احنا امين يا ابو عبدو. والله انفوني جان انفوني جان والله يلا لك خبص لك وين رحتوا؟ تعالوا جمال تعالوا شوفوا شو صابين؟ شو؟ أنب لعندي أنب 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 لعنك بتطلقني مرتي أنيحنا متبوزك لعنا بدنا أوعى فوخ فوخ ما بعرف إحني أنا في بانا بنزعل يلا ها أنا مهنك أنا مهنك لا تخاف لا تخاف أوعى حيك عندي وبعتني كوا وطلقني. صباح الخير ابو عبدو. اهلين وسمير. شلونك؟ تفضل. شو شايف الناس فايته على بكير اليوم؟ شو قصه؟ المدير العام هيك بده. شو قصده من الحركه؟ علمي علمك. بس هي مصيبه لك ابو عبدو. ليش مصيبه؟ شو ليش مصيبه؟ إذا المراجعين بدهم يفوتوا الساعة 8 على المكاتب، معناتها الموظفين لازم يكونوا الساعة 8 بمكاتبهم. معك حق، هي ما حسبتها. الله يستر منه يا بعض. خاطرك أخي. مع السلامة. مرحبا ممدوح. شو رأيك في المفاجأة؟ يا شباب، والله مش مقبول مثلك أخي. جمالنا جمال ما بيدقوا، بس بني ادم لبني ادم بيدقوا. شو عم تشتغل هون جايبك؟ يا بابا عنده شنو؟ لا تواخذني ما عرفتك ترى صغير. اي نعم اي نعم هيك مانك حق منه. شو ما عرفني؟ تذكرني؟ على المؤاخذة ما عرفتك. لك اي نعم الا ما تذكرني، طلع بتزعل منك ها؟ لك هيك ها؟ ايوه ايوه أبو صفوان اللي سكنت عنده من 20 سنة. ايوه مين أبو صفوان؟ أهلين أبو عبدو تفضل أهو تفضل أهو تفضل أهلين وسهلا صدقني بالأول ما عرفتك. إي أنا أول ما شفتك تذكرتك. أهلين أبو صفوان. خير شو جاي تسوي عندنا هون بالمديرية؟ شو دي؟ في عندنا معاملة صغيرة. قل لي يا إذا بدك مساعدة أنا جاهز. يا مو محزين شغلتها توقيعين ثلاثة. معناتها بدك مساعدة؟ نحن أكيد أنت غشيم بالمعاملات المديرية. عود اشرب لك كاسة شاي وبس اجوا لكل الموظفين فوت أنا وياك ومشي لك معاملتك من غير ما تدفع ولا فرنك. الشاي بس بده تسخين شوي. شو مالكم غاز؟ لا شو غاز؟ في سخانة. إيه بس هي بتصرف كهرباء كثير. إيه ما حدا دافع من جيبته شيء. مظبوط يعني بس البلد فيها أزمة كهرباء. هلا إذا طفيت السخانة حتحل أزمة الكهرباء؟ بس خففنا شوي. يا سيدي بدل ما يقطعوها 6 ساعات خليهم يقطعوها 6 ساعات ودقيقة. استعودنا على العتمة وما عاد تفرق معنا. صباح الخير يا عبدو. أهلا أستاذ تفضل. الله يديمك ويقويك يا رب. السلام عليكم. مع السلامة. منو هذا عبدو؟ موظف من الموظفين. أمف ليش امتى بيداموا الموظفين عندكم؟ في منهم بيجوا الساعة 8 وفي منهم بيجوا 9 وفي منهم بيجوا 10 وفي منهم بيجوا بيوقعوا وبيمشوا. يعني كل واحد له قانون؟ نحن ما دخلنا. في لهم مدير عام بيحاسبهم. قول تمام. تفضل دو الشايات أخي أبو صفوان. من يد ما نعدمها. الله يخليك. على عيني يا أبو عبدو. صحتين. حاضرك أبو عبدو. مع السلامة يا أبو عامر. منو هذا أبو عامر؟ مين بده يكون؟ موظف. وين رايح؟ خلص دوامه. شو خلص دوامه؟ أنا فاقد الدنيا. أخي هذا هيك دوامه مدعوم. مين دعمه؟
اخي انت شو بدك بهالقصص هي؟ شغله مالك فيها ولا بتهمك. مظبوط بس انا حجر. عسلامتك حبيبي يا سلامتك يا معبدو. عسلامتك، ورجيني معاملتك لشوف. انا نسيت الكيس. انو كيس؟ اللي فيه الاواعي. اني اواعي؟ بعدين بحكي لك، انا جاي لك يا معبدو. لك لا تطول بنبرد الشال. هيك هيك يا منظور، هيك بتخليه يقص لي شواربي؟ انا شو دخلني؟ مو انت افتح يا سمسم. شلون نفوت على المكتب وطلع جوا؟ هلا اجاك الشغل؟ كأنه مكتبك لا حضور ولا دستور. عفوا مكتب مين؟ ها مكتب المدير العام. وانا فايت لعند المدير العام. المدير العام مو هون. وينه؟ لك كان صار الساعة 10 لهلا ما اجى. شو المديرية الفلتانية عندك اخي؟ وانت شو دخلك؟ شو دخلني انا مواطن؟ مواطن في معاملة ما بيمشيها غير المدير العام. شلون ما بيشيلها هذا المدير العام؟ بالله شو؟ ايه والله مش فاهم سمعان. يا بني ادم افرقني بريحة طيبة مالي ناقصك. ليش عم تدبش؟ مو هذيك المرة فهمك المدير العام هاي كلمة يا بني آدم لا تقولها لحدا وعلمك إنه تعامل الناس باحترام. وأنت شو عرفك؟ العصفورة قالت لي. العصفورة؟ العصفورة ما بتعرفها؟ ها إيه بعرفها بعرفها. قبل شوي كانت هون وطلعي. شو رأيك تروح تدور عليها؟ كذبها لأنك كذبها. شو عم تكذب علي أنت؟ رايح لحالي رايح. بس راجع لك أنا. لا جالك. الله معك. شو ها؟ شو هالمجنون هاد؟ كان ناقصني. المدير مو هون. بس يجي بخليه يحكي معكم. ايه طيب ماشي. اهلين يا هلا. اهلا. مرحبا انسي امان. شلونك؟ شلون صحتك؟ مين حضرتك؟ لك شو بدك بحضرتي؟ لحقي الاستاذ طلال بصراحة عم ياكل قتلة من واحد. يا بتحكي يا ما بتحكي. بتحكي المديرية. بتحكي جد؟ لك أمان سألك طب نحن. لك طب ماشي انتظرني هون. ماني متلحق. ألو استاذ طلال؟ ألو نعم استاذ صباح الخير. صباح الخير. في شخص اسمه أبو صفوان بده يجي لعندي على المكتب. أنا بجوز تأخر شي نص ساعة، يا ريت تخليه يدخل. إيه هيك بيلبس نظارات وشعره طويل شوي وحامل كيس بإيده ولابس بنطلون أزرق وجاكيت بلداني ترى. أيوه. عفوا أستاذ، الشخص اللي عم تحكي عنه إجا قبل شوي وأنا. وأنت قلعته ما؟ ماشي، على كل حال إذا رجع مرة تانية خليه ينتظرني بالمكتب، أنا عاوزه ضروري. حاضر حاضر أستاذ. استاذ طلال ما بدي وصيك، هذا الشخص مهم جدا، احترمه منيح ووجبه. حاضر حاضر استاذ. بتمروا شي تاني؟ سلامتك. عد للعشرة بتلاقيه بخلقتك. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة عشرة. اهلا ابو صفوان. اهلا شرفت ابو صفوان. اهلا وسهلا فيك. شو ما اجى صحيح مدير عام؟ هو ما اجى بس اتصل بالتليفون، قال إذا شرفتوا حضرتكم تفوتوا لجوا وتنتظروني. طيب ما كان من الأوان. يا أبو صفوان أهلا وسهلا. تفضل. هو اللي ما بيعرفك بيجهلك، وأنا آسف يعني شوية سوء تفاهم. بس أرجوك لي رجاء عندك. شو؟ يا ريت ما تخبر المدير العام باللي صار بيناتنا. طيب خلص طمن هالمرة كل مرة بس لا تعيدها. يا أهلا وسهلا. شرفوا شرفوا تفضلوا. أهلا وسهلا فيك أبو صفوان. يا ميت أهلا وسهلا. تفضلوا تفضلوا. أهلا وسهلا. شو ما
هذا اللي فات لجوا؟ ما بعرف، بس الله يسترنا منه. روح قوام اعمل له فنجان قهوه من البنات التازه اللي جبتهم هلا لبين ما يجي المدير العام بسرعه. حاضر حاضر. لا بسرعه. عشان عشان اهلا اهلا ابو صفوان. اهلا اهلا، شرفت ابو صفوان. اهلا وسهلا فيك. شو ما اجى صاين مدير عام؟ هو ما اجى، بس اتصل بالتليفون قال اذا شرفتوا حضرتكم تفوتوا لجوا وتنتظروني. طيب ما كان من الاول. يا ابو صفوان اهلا وسهلا فيك. تفضل. هو اللي ما بيعرفك اللي جهلك، وانا اسف يعني شويه سوء تفاهم، بس ارجوك هلي رجاء عندك. شو؟ يا ريت ما تخبر المدير العام باللي صار بيناتنا. طيب خلص طمن هالمرة كل مرة، بس لا تعيدها. يا اهلا وسهلا. شوفوا شوفوا تفضلوا. اهلا وسهلا فيك ابو صفوان. يا ميت اهلا وسهلا. تفضلوا تفضلوا. اهلا وسهلا. شو هذا اللي فات لجوا؟ ما بعرف، بس الله يسترنا منه. روح قوام اعمل له فنجان قهوة من البنات التازة اللي جبتهم هلا لبين ما يجي المدير العام بسرعة. حاضر حاضر. لا بسرعة. لا ما شفته. عم يتخانق هو واحد شفته؟ لا لا لا، ما حدا عم يتخانق مع حدا. ما عم يتخانق مع حدا؟ ما شفت حدا عم يتخانق. انا بقول اخ اخ يا ناس يا اخ. سلامتك طلال. شو براسك؟ ان شاء الله ما اذاك. لسه، بس اذا بدي احكي للمدير العام اكيد رح ياذيني. الله يسلحك انت التاني، ضروري تتقاتل معه وتضربه ويضربك. باين انت واحد مشراني، منيح لي ما عطبك. شيف، مين اللي بده يضربني ويعطبني؟ شو انا طلال، كنت علقان معه بساحة المديرية. يا حبيبي يا حبيبي، طمنيني كمان انت، مين خبرك العصفورة؟ انا عصفورة؟ هل طمني هلا ضربك كثير؟ لك مين اللي ضربني؟ لا ضربني ولا ضربت حدا. ماشي ماشي، ما حدا ضربك. شو براسك لكان؟ ها؟ عيني يا عيني على عقب الزاني. حبيبي كملت معك حبة؟ شبك يا ابو صالح؟ ما تقول صباح الخير. صباح الخير. انشغل بالي عليك، تاخرت. مالك بالعاده؟ انشغلت بشغلي شوي. شبك انت؟ شايفك مو على بعضك. بدك الصراحه دكتور، انا عقلي راح يطير من راسي. خير؟ من خمس دقائق كان في واحد هون رجال، بس مدري شلون كسمه هيك شعراته، ما بعرف. رحت لعمل له فنجان قهوه، رجعت لقيتك انت قاعد هون، ومع اني انا ما سمعت باب المكتب لا انفتح ولا سكر. هات فنجان القهوه. حاضر. تفضل دكتور. عود لاحكي لك، انت لازم تعرف كل شيء، لانه بجوز احتاج لمساعدتك كمان. على عيني وراسي. تفضل. وانت دورك رح يكون مهم كثير بالخطه. ما بدي وصيك يا ابو صالح، اوعى حدا يعرف بهالموضوع، والا بتفشل الخطه من اولها. حاضر دكتور. الحقيقه فكره جهنميه، واذا نجحت معك راح تكشف كل شيء بنفسك. بتبقى فوتي وطلعتي من المكتب بتياب التنكر هي المشكله، هذا اذا ما بدنا طلال يعرف. وانا بفضل يا ابو صالح انه ما حدا غيرك يعرف. هاي بسيطة كتير دكتور. هذا الباب بينفذ على الكرادور مباشرة، وبتقدر تطلع وتفوت منه من غير ما تمرق بغرفة الأستاذ طلال. عظيم، معناتها انحلت المشكلة كلها. وهلا بتريد مني شي دكتور؟ سلامتك يا أبو صالح. يعطيكم العافية. الله معك. عيني يا عيني على العنب الزيني. جيب لك حبة. يعطيك العافية استاذ طلال. أهلين أهلين أبو شريف. إذا سمحت بدي أشوف المدير العام. تكرم عينك. تفضل استريح واستنى.
لسه ما اجى، هلا اجى. لانه في شغله مهمه كثير لازم اطلع عليها. على عيني. شرف استريح، ما بيطول كثير. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. نينفا والله ما تحركت من هون والباب الثاني مسكر. شو استاذ؟ يعني انت ما راح تبطل العادي؟ عامل لك شغله مهمه كثير، بتقلي انتظر المدير ليجي هو جوا؟ استاذ طلال اترك كل شيء من ايدك وتعال عندي. طلال ما عم تسمعني؟ طلال شبك؟ ليش ما عم ترد؟ مريض شيء؟ لا 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 ابدا ابدا ما في شيء ما في شيء استاذ لا تكلم. إلا كان تعال عندي عاوزك. حاضر. عفوا استاذ احمد، في الاستاذ ابو شريف بده يشوفكم. صباح الخير استاذ. اهلا وسهلا. انا موظف هون بالمديريه وفي موضوع مهم لازم اطلعك عليه. يا اهلا وسهلا فيك، بس لو سمحت اذا في امكانيه تنتظر لي دقيقتين وانا ببعث خبر وراك. حاضر. تعال طلال تعال. حاضر استاذ. ايه استاذ طلال شلونك هلا؟ الحمد لله استاذ الحمد لله. بس ضروري بعد الدوام تنزل على الطبيب يشوفك، يقيس ضغطك ويفحصك، وضعك مو عاجبني. حاضر استاذ. عفوا ممكن تقولي ليش طلبتوني؟ بدي اسالك، الموظفين عندنا بالمديريه لما بيجوا الصبح ولما بينصفوا بيوقعوا؟ طبعا استاذ بيوقعوا. وين؟ كل موظف عند رئيس دائرته. معناها في عندنا دفاتر توقيع. لك يا استاذ لك. معناتها الله يرضى عليك بكره بعد الدوام تجمع لي الدفاتر كلها وبتجيبها لعندي. حاضر استاذ، غيره بتأمره شيء؟ خلي الموظف اللي برا يتفضل لعندي. عفوا استاذ، ممكن اسألكم سؤال؟ تفضل. يعني عدم المؤاخذة، أنت أجيتوا؟ ومنين دخلتوا؟ وين السيد أبو صفوان اللي كان عم ينتظركم؟ أنا لا شفت حدا طلع ولا حدا فات غير أبو صالح. لا صار انت لازم تمر على الطبيب رسمي. شبك عم تخبص يا استاذ طلال. انا اجيت من ربع ساعه ودخلت من هالباب وبالعلامه صبحت عليك وصبحت علي. شو نسي؟ سيادة المدير عاوزك. تفضل تفضل. شو يعني؟ صبح علي وصبحت عليه معقول؟ يو خطي عم يحكي مع حاله. حلو اختي؟ بجنن. حلو كثير ولا بقلك. شغل وين؟ شغل باريس. ومين جاب لك اياه؟ انا اشتريته. منين؟ بالسوق. ليش بالسوق في هيك بضاعه؟ يلي معه بيلاقي كل شيء. بتعرفي اختي انت لازمك كم فستان مرتبين، بكره بتنعزموا على سهرات، بصير عندكم حفلات، يعني لازم تكوني شيك. انت مرت مدير عام. معك حق، ثيابي كلها صارت عتيقة وما خرج. بتدليني على المحل اللي اشتريتي فستانك من عنده؟ ايه ليش لا؟ إذا بدك هلا منروح لعنده قبل ما تخلص الفساتين. هيك فساتين ما بيجي منها غير قطعتين ثلاثة. طيب دقيقة لكان لجيب جزاني من جوا واجي. يلا. Thank you.
بموضوع الشغالة؟ ما اللي نسيانت لك يا. ما بدي وحدة حي الله. اطمني إذا ما كانت ست بيت وممتازة ما راح أجيب لك إياها. وما تكون كتير صغيرة بالعمر. بلشنا. بالطب بيقولوا الوقاية خير من ألف علاج. عندي شاب بالبيت وجوزي كمان لساته شاب. زوجة المدير العام احمد عبد الحق. اهلا وسهلا، تشرفنا. يا ريت تورجوها شو في عندكم. تكرم عينك، تفضل فرجينا هذا الطعام. هي شو رايك مدام بالقطع؟ احلى قطعه بالسوق ولسه ما حدا لبس منها. فرجيها يا ميادة بركي لما تقيسها. حلو بس لونه مدري شلون مو عاجبني. فرجيني اشوف. معك حق، لونه مو رحلة شكل. بعطيكي غيره. طيب انا رح فرجيكي هذا الطعام مدام. شو رايك بالقطعه؟ لا 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 قبته مدري كيف. لا لا جوزي ما بيحب هيك صرعات. معك حق، هيك قبه ما بتليق بمرت مدير عام. رح اجيب لك غيره. شو رايك مدام؟ هذا اكيد رح يعجبك. ورجيني على شو. تفضلي مدام سميره. كثير حلو. شوفي حلو بس هذا مو خرجي. خرج وحدة عمرها 25 30 سنة. ولو يا مدام أنا ما بعطيك عمر أكثر من 30 سنة. لا أنا هلأ مدامة مدير عام وما ممكن ألبس هيك موديلات. خلصنا أميرة. إيش هو فستان العمر؟ صرت مفتلتين البلد من بوتيك لبوتيك، وكل بوتيك عم بيورجينا كل قطعة أحلى من الثانية. إيه ما بقى يعجبك شيء؟ تركيها على راحتها تنقي اللي بدها إياه. هذا الحكي المضبوط. اتحملي لكان. اكيد رح يعجبك هذا مدام. تفضلي. ايه ها؟ كنت تورجينا اياه من الاول وتريحنا. شو سميرة؟ حلو ها؟ حلو. مبروك مدام. الله يبارك فيك. اخذه. خذي لك. بتحبي مدام نبعث فاتورة على الشركة؟ بيكون احسن لو سمحت. لا لا انا رح ادفع لك. قديش حقه؟ حقه 30,000 ومشان مدام سميره 25. 25؟ بالوقت الحاضر والله ما عندنا اغلى منه. طيب يا ريت تخلي عندك لبكره لاني هلا مالي حامله دفتر الشيكات. لا معلش مدام، بعطينا حقه مع الشوفير بكره. ماشي الحال. تكرموا. خليهم سريع. هي جدول مواعيد بكره وهدول الاشخاص اتصلوا بحضرتك طالبين مقابلتك. يا ريت تحدد لي يوم وساعه كل موعد مشان بلغهم. طيب شكرا. الاستاذ طلال شو بين كانه مو على بعضه. استاذ كان عم يحكي عن عصفوره. انا عصفوره ما قال لي عصفوره. ايه بس انا سمعت انه كان على الان مع واحد ببحث المديريه واكل له كم بوكس مرتبين وحتى اكل كف مخمس بنص وشه. ما بعرف بجوز تنورتك. شو بقى استاذ؟
انا صعي قلت لك طوليها بس مو كل الأد عم تلق على الارض. لا وانا ما بحب اللق. حاضر استاذ بقصر. حاضر. شو بكي؟ على شو عم دوري؟ عم دور على مكان الضربه. ما لي شايفه شيء. وين ضربك؟ مين بده يضربني؟ اللي كنت على الان مع بحت المدريه. لا تخبيه. ما في مخمس، ما شايفه غير مربع. لك شو مربع وشو مخمس؟ شو شايفه وشي؟ كتاب رياضيات؟ طيب وين شمطك المخمس؟ لك لسه بتقلي شمطه؟ لك لا شمطني حدا ولا حدا شمطته. خلصنا بقى، ما بتصدقيه؟ والله مالي عفانه مين بدي صدق. امنت بالله على النهار. لا مين الصبح اليوم انا؟ ما هو شيء. جيب لك حبه.